يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وبين قوله تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل لعلهم يهتدون؟ يعني العرب ما بعث فيهم رسول بعد إسماعيل، ما بعث في العرب رسول، لكن كانوا على أديان الأنبياء السابقين، كانوا يعبدون الله على أديان الأنبياء السابقين من بني إسرائيل. نعم.